لازم الإنسان، كل إنسان فينا يعني يشوف روحه ويحاسب نفسه ويشوف واش هذه هي الطريقة المثلى اللي باش الإنسان يمشي بها. مثلا الآن نتلقى وإحنا رانا ننصحه، يعني إحنا كنا عملنا واحد الجامعة صيفية، عفوا جامعة ربيعية الأسبوع اللي فات في مدينة سعيدة، وجمعنا فيها جمعيات حماية المستهلك المنتشرة عبر الآخر، وتكلمنا في برنامج رمضان، وتكلمنا على التسوق يعني بعد صلاة العصر. إحنا ننصح المواطن أنه ما يروح، الإنسان لما يكون يعني ما يكونش يكون جيعان يروح يتسوق يشري أي حاجة. من الأفضل المستهلك أنه مثلا يتسوق الصباح، الصباح يروح يتسوق أفضل ما يتسوق للمساء، لأن المساء يكون تحت الضغط نتاع الجوع فيشري أي حاجة ثم يتشهى نعم يتشهى. الأمر الثاني هو قضية تحديد من يشتري في البيت. احنا الآن في رمضان يصبح كاع الناس يشتري، والولد يشري والمرأة تشري والراجل يشري، وما كاش اتفاق. ولما نجوا للمائدة نلقاو كل الأشياء شرينا كل شيء، ما نتفقوش حتى الخبز، كل واحد يشري الخبز مثلا. فهذه هي هنا هذا هو العوامل اللي تساعد على التبذير. لو كان ننظم يعني الأمر الاستهلاك نتاعنا ويكون عندنا ميزانية، وكنا تكلمنا على الترشيد يعني الترشيد الاقتصاد الأسري، كيفاش نصنع الميزانية تاع البيت، وكيفاش نعرف المداخل نتاعنا، وكيفاش ندير نصنع الميزانية ونعرف المصاريف نتاعنا ونوجه المصاريف نتاعنا. قال الأكل نخصص له مثلا نسبة معينة، قال المواد المعمرة نخلصوا له، العلاج نخلوا له معناها الحساب نتاعه وكذا. الأسرة تصبح تتنظم وتعرف المداخل تاعها، وتحاول أيضا توسع، لأننا ندعو أيضا إلى توسيع المداخل، لأنه في كثير من الأحيان رانا نشوف الأسر يعني تضطر إلى الاستدانة، وخاصة في رمضان لأنها نعم. نعم.